تستعد اليونان لإعادة نحو 500 مهاجر من سوريا وباكستان وأفغانستان إلى تركيا كدفعة أولى من اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 20 من الشهر الجاري، يسمح بإعادة اللاجئين لأسباب اقتصادية الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية. رئيس الوزراء التركي مدافعا عن الاتفاق يقول: هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بداية من 4 أبريل، كل لاجئ سيعود لنا سيذهب محله لاجئ آخر، وبهذا الشكل سنحقق التوازن وسنقطع الطريق أمام السبل غير الشرعية ونمنع عمليات الإتجار بالبشر التي تجني الأرباح من خلال السبل غير الشرعية. وفيما يستعد البرلمان اليوناني الجمعة للتصويت على الاتفاق الأوروبي مع تركيا، تمكن خفر السواحل الإيطالي خلال هذا الأسبوع من إنقاذ مئات الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية قادمين من شمال إفريقيا.